ما هي مسافة القصر للمسافر؟ اختلف العلماء فيها، والذي عليه جمهور أهل العلم أن مسافة القصر قدر ب80 كيلو، يعني يومين قاصدين للراحلة 80 كيلو، بعضهم يقول 3 أيام للراحلة. فهذا هو مناط تقدير، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين، وفي رواية 3 أيام، وفي رواية أن تسافر ولم يذكر أياما، فدل على أن السفر له مسافة يومين أو 3 أيام.